في رحاب سلطنة عمان، برنامج الإسلام والمسلمين، الجزء الثاني لسنة 2023، بعد الأردن وزيارة أهل الرقيم وأصحاب الكهف. سلطنة عمان هذا البلد العربي المتواجد في الخليج العربي، عاصمة البلد هي مسقط مع مدن أخرى معروفة مثل صلالة المشهورة بجمال طبيعتها الساحرة ومدينة ظفار ومدن أخرى. تقع مسقط في شمالي شرق عمان على ساحل بحر عمان، وفيها يتواجد الميناء الشهير ميناء مطرح. وقد عرف عن مسقط أنها مدينة مثل مدينة إسطنبول التركية، تجمع بلدان الشرق ببلدان الغرب منذ القرون الأولى في التاريخ. سنحط الرحال اليوم في هذا البلد العربي والخليجي لنتعرف عليه أكثر. وجهتنا الأولى كانت سوق مطرح. في هذا السوق العريق سنلتقي المواطنين هنا لنسألهم عن عادات شهر رمضان المبارك. سوق مطرح من أقدم الأسواق في سلطنة عمان، وقد بني قبل حوالي 200 عام، وقد سمي بسوق الظلام نظرا لكثرة الطرق أو السكك التي حجبت عنه أشعة الشمس. رمضان والله الحمد لله هي أيام مباركة ونقضيها الحمد لله يعني دائما بالتقرب في الطاعات وفي أداء الصلاة وفي صلاة التراويح وفي مقابلة الأهل، يعني في كل الأوقات يعني يكون تكثر الزيارات خاصة في شهر رمضان، في شهر ليالي فيه تكون العبادة والتلاقي مع الأسر الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله هي حقيقة أيام جميلة والكل ينتظر هذه الأيام المباركة الحمد لله. أصلاً نحن نسكن في مناطق البحرية دائماً يعني نتلذذ كثير في أكل السمك، لو السمك دائماً الوجبة المفضلة في أثناء الفطور، وتلقيها بعض الأشياء اللي هي كالقيمات ونحن نسميها بالمحلي السمبوسة وهذه الأشياء. فالحمد لله يعني لكن هي الوجبة الأساسية هي التمر والسمك عندنا.
ما نحس اختلاف فيه كثير الحمد لله. هي معانا هنا في عمان الحمد لله يعني دائما نحس الشعب وانا اتوقع في كل الاماكن يعني دول الخليج والدول العربية. هي كذا شهر رمضان هو يكون ايام مباركة وايام تكاتف في اداء الصدقات والفطرات للناس المحتاجين وغيرهم من هذه الاشياء اللي هي الايام جميلة اللي هي ما تنتسي حقيقة في شهر رمضان. هي يكون شهر طاعات بداية وتكون شهر الرحمة فيما بيننا يعني خاصة في كل الناس محتاجة الحين حقيقة. لكن تحس أيام جميلة يعني في تلاقي مع الناس الفقراء والمساكين والتلاحم واحد يكون على قلب واحد حتى تكون فيه لذة الصيام. عندما يصوم الإنسان يتفكر في غيره اللي هو يكون المحتاج والذي لا يجد قوت الطعام. حتى هذه الأيام اللي هي فيها تكون الصيام فيها تكون يعني إحساس للجسد وللإنسان كيف يكون أخي اللي هو يكون أحيانا لا يجد لقمة الطعام وهذه الأشياء. فهي تذكير وهي كشهر عبادة وتقرب في حقيقة. شهر رمضان يعني ما ينتصر بأشياء فيه. نسأل الله العافية وأن نلاقينا بينه إن شاء الله. أيام العيد يعني أيام جميلة وهذه من الأيام اللي ما تنتسي حقيقة خاصة في أيام العيد. هي تتلاقى الأسر والعوائل وتكون فيه الزيارات من منزل إلى منزل ويتلاقون مع كبار السن والأطفال كذلك يعني يقضون أوقات جميلة في الألعاب والعيدية التي يعني هي كتكون صدقة للأطفال مبلغ زهيد بسيط جدا. فالحمد لله أيام جميلة حقيقة. هنا في هذا السوق الذي تتنوع سلعه من التوابل واللبان العماني والبهارات والأقمشة واحد ايش الاسم هذا؟ ذا العادي يقولون له. والاخر؟ اللبان عادي. ذا مال البخور. ذا مال الاكل. مال الاكل اللي يفيد اي حاجة ينفع الحلق وينفع اي حاجة. مال الاكل. العصر هذه وعندك انواع العصر نفس الشيء الخيزران وعندك اللي هو العتم. في عتم هنا المشهور عندنا عتم الجبل الاخضر وجبل شمس نفس الشيء. هذه الشجره تسمى العتم يصنع منها العصير.
هو كالعادة مثل أول يعني هذا التقاليد وهذا ماشي كذي يعني كله تمام يعني مثل أول. قراءة القرآن صلاة وهذه ترى تقدر وقت زين يعني وخاص السنة بيكون يعني شوي جو ممتاز. والله وايد انا ما اقدر احسب لك والله الله يجزيك يا شيخ. هذا هو كالعاده يعني الناس كلها يعني لقاء مع الناس بعض البعض وهذه العاده الاوليه هي هذه باقي وماشي الحمد لله. الأجواء عندنا هنا في عمان تصير روعة صراحة خصوصا في الليل بعد الفطور في فعاليات كثير معنا وفي أشياء يعني تصير فعاليات مثلا رياضة المشي نفس الشيء صلاة التراويح لها جوها ونفس الشيء العوائل في اللمة العائلية يعني تصير الترابط بين الأسر أكثر. والله الأكلات الشعبية غالباً تكون مثلاً عندك اللي هي الأكلة الهريس العماني نفس الشيء اللي هو بعض الأشياء المعجنات مثلاً اللقيمات والسمبوسة عندك نفس الشيء اللي هي الشوربة فهذه الأشياء يعني بشكل عام. والله يوم العيد طبعا اول شيء طبعا اللي هم العوائل تترابط فيما بينها مثلا في بيت واحد بيت العائله يروحوا يصلوا العيد بعد صلاه العيد طبعا تصير زيارات مثلا ابناء العمومه ابناء الخوال وكذا. والله الخنجر العماني توارثوه الأجداد من زمن كان هو يستعملوه يعني كسلاح أول شيء للحماية
يعني لما تطلع الحين صار شيء تراثي يعني وشعبي، يستخدموه كثير حاليا اللي هو في المناسبات، في الأشياء الرسمية مثلا اللي هي الأعراس واللي هي الملكة، يعني الزي العماني يكون مع الخنجر والعصا واللي هو المصار العماني. والله هنا الرجل العماني يتميز اللي هو بالمصر العماني اللي يلفوه، وعندك نفس الشيء الشال والخنجر والعصا، واحيانا يكون مع السيف، ايوه، واحيانا يكون نفس الشيء اللي هو بعضهم يستعمل السلاح، نفس الشيء اللي هو سلاح عندك مثلا صمعه وكندا وغيره. شوربة اللحم هي الرقم واحد، وعندك مثلا من تمر سيد المائدة التمر، وممكن يكون لقمة القاضي. هذه موسمها مش في رمضان، هذه في مناسبة فرح في الأعياد ومناسبة الأعراس وكذا تكون موجودة دائما. والله الصباح يمارس عمل الطبيعي، بعدين من العصر استعدادا للفطور، بعد الإفطار ممكن في تجمعات عائلية، ممكن ممارسة رياضة مع الجيران، ممكن تسوق في الأسواق المفتوحة طبعا. والله هي عندنا وجبة مشهورة في العيد، أولا صباح العيد العرسية العمانية اللي هي عيش بالدقاقة واللحم مهروس مع بعض، وعندك الشواء العماني. كما فيه سوق خاص بالذهب والمجوهرات يأخذ تسمية سوق الذهب، صناعة الحلوى العمانية. الحلوى العمانية واحدة من أشهر المنتجات التي تطهى وتصنع وتقدم في المناسبات
وللضيوف. والحلوى العمانية صناعة تمتد لقرون خلت. الحلوى عدة أنواع. الحلوى العمانية، الحلوى العمانية هذه الحلوى الزعفران اللون الأصفر، وهذه الحلوى السودة تسمى الأسود بالسكر البني. أيوة طبعا مكونات هذه الحلوى هي من الماور والهيل والحليب والسكر الأحمر أيوة والزعفران. ووقت طهي هذه الحلوى ما بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات. أيوة. أيوة. وين يأكلونها كثير أستاذ؟ هذه تقدم أكثر شيء في المناسبات الزواج، وفي المناسبات الأعياد، وفي الحفلات طبعا، وفي الأعزاء. يعني هذه الحلوى دائما تقدم مع القهوة العمانية. النشا والسكر الأحمر والمكسرات والهيل، ويعني في إضافات لكل مصنع عنده إضافة خاصة. من المناطق المشهورة في مسقط إلى تفقد وضع الجالية الجزائرية في هذا البلد المضيافي سلطنة عمان. والله يعني عادي، نعتبر روحي كشغل، راني عايشة في الجزائر، نطيب طيابنا، نعمل عاداتنا. بداية يوم رمضان نطيب الشربة نتاعنا، البوراك، الكسرة، ندير طاجين الحلو. الحمد لله. يعني ثاني يوم هكذاك تبقى ديما يعني بلا زايد على تاع اليوم الأول. عندك ليلة النص في هذاك أكلة خاصة، عندك ليلة 27 كيف فيها أكلة خاصة. الحمد لله يعني في عاداتنا نمشيها تاع عاداتنا تاع الجزائر. بالنسبة لعمان عاداتهم ما شاء الله عليها كثير. والله بالنسبة للأكل العماني هما بيركزوا على أكل الرز، لازم وجبة أساسية الرز. نحنا لا، نحنا عنا الشوربة، عنا الطواجن كثير، عنا الكسر، عنا البوراك، عنا السلطات، يعني جميع أنواع السلطة يعني كثير. نحنا هما غير يختلفوا، هما عاداتهم شكل على عاداتنا. Thank you.
نسوي، نحن نسوي عزومات كثير كثير، انا نعزم ومكرات حتى كيقعد عندي هيك نطيب وندي نوزع للناس نعطيهم اللي نعرفهم. هل تتأثر؟ 24 سنة هنا في عمان أكيد يعني. مرتاحة كثير كثير، أشتغل الصباح، روح للخدمة الصباح على 10، نرجع للساعة 2، نطيب فطوري وكل شيء، الساعة 8 نروح للخدمة، نخدم حتى ال 11 ل 12 تاع الليل، نروح آلز يعني مرتاحين يعني هنا، وبالخاصة خاصة المعاملة هنا العمانيين يعني مرتاحين. خصتني حاجة واحدة بس، أمي الله يرحمها، بس حتى أولادي ولا شيء ما عندي ليهم شيء إلا أمي، هي مأثرة فيها بس. أنا في الجزائر يعني بصراحة يعني صمت يعني من 24 سنة متجوزة، يعني من اللي جوزت في عمري 24 سنة كانت يعني حياة طبيعية مع أهلي في وسط العائلة، تعرف جو العائلة المساء كيفاش يكون، وبالأخص نحن في الشرق الجزائري في تبسة، ولاية تبسة دير بلدية الونزة معروفة كثير، يعني نحن في الشرق الجزائري على الحدود تاع تونس، عاداتنا يعني ما شاء الله عليها، يعني كلش فيها، كل شيء فيها. يوم العيد بالذات الفترة الصباحية بعد صلاة على طول المقبرة، على طول عاداتنا هذه الجزائريين المقبرة، نروح المقبرة نقضوا هيك الساعتين ثلاثة في المقبرة وبعدين نرجع البيت باش نفطروا ونعيدوا على بعضنا. هنا السحور ما نسوي سحور، انا اللي بقى من الفطور نخلصوا، يعني مرات نسوي كسكسي بالزبيب وشي هذا اللي تاعنا مسفوف بالحليب، مرات نسوي حاجه خفيفه بس تكون يعني ما تكونش حاجه تاع شوربه ولا شيء هكا بالليل عشان السحور في الليل.
أكيد يعني نعمل عاداتنا تاعت زايا نبدأ نجهزه كما أنا الحين أنا شارية كثير حاجات بديت نجهز فيها الزبية بالعين بقرة المكسرات نبدأ نجهز من الحين عشان بعدين لما مرات ما يكونش عندي وقت واللي نشتري من الحين حاجات لي البهارات كلها نجهزها من الحين أكثر شيء كثير شيء التابل والكروية والفلفل الأكحل البرغل بالشعير الشعير بيناسبني أنا وجوزي فريك صعب شوي علي ونحن يعني من هنا جينا في عمان كنت لما كنت ساكنة في المكان الأول اللي كنت ساكنة فيه جنبنا المسجد جوزي يروح أنا بصراحة ما نكذبش عليك يعني ما نروحش ليامات الأولى ما نروحش للمسجد عشان عندي دوامي الخدمة تاعي نخدم نبدو من الساعة 8 حتى الـ 12 تاع الليل مرة ما نروحش في هناك يسكننا في البيت هذا عنا درك 3 سنوات وهذا المسجد عنده سنتين جوزي يروح يصلي فيه يروح نصلي هنا الصباح في الليل عندهم الثريد زي الشخشوخة نتاعنا الثريد يطيب سواه يسوي القيمات يعني مشهورين بها العمانيين الخبز العماني عندهم كثير حاجات يعني اللي يعتمدوا عليها العمانيين هذه الأكلات نتاعهم ما شاء الله عليهم وعندهم هذا اللحم المدفون أشهر حاجة عند العمانيين كلهم ناس طيبين وناس في مراكز يعني عالية ما في يعني تسمع من عند واحد يعني هذاك سوى مشاكل ولا شيء قليل حاجة قليلة لتسمع واحد دخل يعني دخل عمان يعني ما يعرف البلاد وشي هذا ممكن هذا بس الناس القدامى والناس كلهم في مراكز عالية والحمد لله يعني سعادة السفير تاع الجزائر خل أعمل لنا يعني كشغل يعني مع نتلاقوا بالجزائريين مع بعضهم يعني أي مناسبة يجمعهم ما شاء الله ما شاء الله ساعدنا السفير الموجود الحين وحرموا ما شاء الله عليهم يعني ما مقصرين مع الجالية الجزائرية أشكر الشيء أول شيء أشكر كنت الأول أشكر سعادة السفير تاعنا وحرمه وأشكر كل الجالية الجزائرية المقيمة في سلطنة عمان سواء كبير ولا صغير ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة الشهر الكريم الله يحفظنا يا ربي من كل سوء
أجواء رمضانية مش مثل الجزائر، يعني عادة كجو جزائري هذيك البقلاوة وهذيك الزلابية وهذيك الله الله. هنا واش نقول لك، الغربة تبقى غربة كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الغربة قطعة من العذاب. الغربة في الجالية ممكن بالنسبة أنها قليلة، ما تتعدى 2000، ما بين ما نقوله ما تتعدى، نقول ما بين 2000 و2500 أو 3000 نقول كحد أقصى. كلها متوزعين على مستوى السلطنة من شمالها شرقها جنوبها، كما يقولون محافظة الظاهرة محافظة الوسطى محافظة كذا. لكن متأمل خير هذه السنة بحكم السنوات قبل كورونا 2019 كان فيه جالية جدا قليلة، لكن مع 2019 ما فوق وكذلك بحضور سعادة السفير الجزائري موجود سلطنة عمان سعادة فيلال الغويني، الحمد لله رب العالمين زادت ناس، وكذلك في ناس أفق شافت في جزائري ما كان عنده فكرة بسلطنة عمان. من تقول سلطنة عمان يفكر عمان الأردن، لكن حاليا الحمد لله رم يعرفوا مسقط وعارفين سلطنة عمان. ومرحبا بكم مرة ثانية الأخ فتحي. أول ما بداية 2011 كاستقرار تعتبر من 2015 فما فوق، يعني المجموع كله تقريبا فوق 10 سنوات تقريبا. وأجمل بلد وسلطنة كما يقولوا سلطنة عمان سلطنة الحبيبة، والجزائر الأم يقول لك القلب الجزائر والنبض هو سلطنة عمان. الحمد لله رب العالمين نجتمع مثلنا مثل كل جاليات، لأن سلطنة عمان فيها كل جاليات بصفة عامة العربية التي كعادة تقاليد تمارسها طبيعيا. لازم نحترم عادة تقاليد البلد، كذلك إنسان ننسى هذا الشيء، يعني ما مثل حنا نقول حفلات يلالية أو سهرات رمضانية مثل ما نعملها في الجزائر. هنا عادة صيام صلاة المغرب بعد صلاة المغرب صلاة التراويح، صلاة التراويح كجالية جزائرية نحاول نجتمع بحكم أنه المسافة بعدنا بعد شوية بعيدة، إذا ما قدرنا نجمع في البيوت اليوم عند حد وبكرة عند حد وبكرة عند حد. ولكن كما خبرتك وأعيد لك مرة ثانية هذه السنة نتفائلوا خير إن شاء الله بحكم الجالية زادت بقوة. حاجة الحلوة أنه في رمضان مقارنة بالغربة أو بالجزائر تأكل كل أكلات. إذا مثلا أنا من ولاية تلمسان نأكل أكلة الجزائرية العاصمية، نأكل الشرقية العنابية الصطايفية البوسعادية كل حاجة. أي كذلك إذا جاء شخص من بوسعادة بيأكل تلمسان والمغرب والوهران، يعني بصفة عامة إحنا نقوله الأكلات متنوعة. لكن الطبق الرئيسي لسلطنة عمان اللي هو الروز أو العيش كما يقول، وفي عدة أنواع. أنا عن نفسي وما ننسى خير الناس، يقول لك خير الناس عده ولا رده، هذه كما يقول مثل الجزائري. أنا في الأول كنت معزوم عند جزائريين جزاهم الله كل خير من الشرق من الوسط من الجنوب، أكلت كل أكلات، أكلت مثلا من الوسط من المسيلة بوسعادة الزفيطي كما يقول، رحنا مثلا في العاصمة يقولوا الرشتة، في الغرب احنا نقولوا طاجين برخوق طاجين زيتون،
كبسكرات دوبارة وأمور هذه يعني الحمد لله رب العالمين ما أتشوف. الله البورة تشوفها آه أهم شيء البورك والفلفل سلطة طاجين حريرة شوربة من الأساسيات في رمضان عندي. تلحق دقلة نور جزاهم الله كل خير في مستثمرين جزائريين ما ندخل الأسماء لنا في كثير أساس ما نزكوا حد على حد الحمد لله يعني توصلنا دقلة نور لكن نقول لهم حاجة الأسعار شوية نقصوا فيها. السلام عليكم قناة شروق مرحبا بكم شرفتونا في سلطنة عمان أكل جزائري مغربي تونسي مرحبا بكم مرحبا بكم شروق تي في صحة رمضانكم الصلاة صلوات الخمس من كل البلدان العربية المسلمة ممكن الحاجة اللي شوية صعبة أنك بين سلطنة عمان والجزائر بين أهلك يعني يعتبر جزائر وبلدك الأم أنه الفارق الوقت 3 ساعات إذا كانت الساعة 6 بالمساء المغرب هنا في الجزائر الساعة 3 يعني يبقى 5 ساعات 6 ساعات حتى تفطروا أنتم يعني هذا الشيء شوية يعني ما يخليك انسجام مع العائلة لكن بعد صلاة التراويح وبعد جلسات وتواصل مع العائلة الحمد لله لم الشمل وبسرعة يتعدى لنا فترة صيام قصيرة في سلطنة عمان أجواء العيد مقارنة بالأيام السنة الماضية كانت ما نتكلموش السنة الماضية واللي قبلها بحكم كورونا والأجواء لكن هذه السنة متفائلين خير لأن السفارة الجزائرية فتحت بأبها لكل الجزائريين وعيدنا الوطني إن شاء الله سواء كعزابيا من أن طرف أنا نقول عزابين أو كمتجوزين متزوجين عفوا في السفارة الجزائرية إن شاء الله نتجمع كلنا إن شاء الله وإطعام واحد وحتى في رمضان قلنا لهم إطعام واحد وأكل واحد ويد واحدة كما يقولها سعادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكلات عمانية يأكلهم أكثر شيء الأرز كما يخبرهم باللهجة مالهم يقولوا العيش فيه عدة أنواع من العيش قابولي برياني مندي هما أكلات عمانية بحثة كما يقولوا عمانية قحية لكن ذو أصول هندية ذو أصول يمانية ذو أصول يعني بصفة عامة الشعوب اللي تأكل العيش مكبوس في كذلك صالونة لحم صالونة دجاج يعني في حلوى العمانية كذلك عندهم حلوى عمانية من الضروريات ضروري الحلوى العمانية المطعم الجزائري كان فيه شوية ما فيه نحن نقوله وزن فيه اختلال في جزائريين شجعوه لما سأل الله عليهم أساس يفتحوا مشاريع مثل المطاعم كذا لكن ممكن جالية قليلة ممكن إقبال مش موجود كثير ممكن البيئة ما تسمح للناس لأن درجة حرارة أنت تعرف الخليج بصفة عامة مش سهلة لكن نشجع يكون ما تعملونا مطعم جزائري صغير عملونا قاعة قاعة حفلات خلي كنا نجتمع وكنا يد واحدة إن شاء الله
أستاذ فتحي بارك الله فيك، شكرا لك على التغطية الإعلامية وعلى حضورك مرة ثانية، نقولها وعيدها لك في بلدك ومع أخوك والبلد بلدك والمقام عليك. نقول في الآخر شكرا لكم قناة الشروق على الاستضافة، جزاكم الله ألف خير. مرحبا بكل الطاقم الإداري والفني والصحفي، من المصور إلى الإعلامي إلى جريدة التحرير، كل حاجة ممكن ما عندي دلائل بالإعلام كثير سامحوني. وصل تحياتي للشعب الجزائري، أخواني وأعزائي، عائلتي الكريمة، عائلة بن يحيى، عائلة ميموني، عائلة الكل، ميدون ذكر بدون منه حد على حد. نختتم جولتنا إلى سلطنة عمان بزيارة قصر العلم، وهو قصر في قلب العاصمة العمانية. هذا القصر الذي كان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان يستقبل فيه ضيوفه، ويمكن للزوار أن يأخذوا صورا تذكارية للذكرى. في انتظار محطات أخرى قريبا، نودع مسقط ونودع سلطنة عمان، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.